اهلا بيكم يا سنه سته. النهارده هنعمل مع بعض جنرال ريفيجن على الفيرست تيرم. الاسئله طبعا بتاعتنا كلها تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 بيقول لي هيدروجين بيروكسيد از يوزد ان بريباريشن اوف سبيس. هيدروجين بيروكسيد از يوزد ان بريباريشن اوف سبيس. الاختيارات بتاعتنا نمبر A هيدروجين، نمبر B أكسجين، نمبر C كربون دايوكسيد. طبعا الهيدروجين بيروكسيد بيستخدم في تحضير الأكسجين، يبقى الإجابة بتاعتنا أكسجين. احنا بنحط، لو نفتكر مع بعض، بنحط الهيدروجين بيروكسيد ومع المنجنيز دايوكسيد عشان يحصل الهيدروجين بيروكسيد دي كومبوزيشن ويطلع لي أكسجين أند ووتر، ويطلع لي أكسجين أند ووتر، يبقى الإجابة بتاعتي أكسجين. نمبر 2 بيقول لي A molecule consists of two hydrogen atoms and one oxygen atom. A molecule consists of two hydrogen atoms and one oxygen atom. المولكيول ده يعني يبقى السيمبول بتاعه كده H2O، اتنين هيدروجين وواحدة أكسجين. طبعا ده الاختيارات عندك بيقول لك نمبر A أكسجين، نمبر B نيتروجين، نمبر C ووتر. الرمز بتاعه H2O، يبقى الإجابة بتاعتي water، ده رمز الووتر، ده رمز الووتر. تمام. نمبر C بيقول لي مظلة أوبلونجاتا. مظلة أوبلونجاتا is responsible for space. مظلة أوبلونجاتا is responsible for space. الاختيارات بتاعتي نمبر A control voluntary movement، نمبر B keep body balance، نمبر C control involuntary process. طبعا الإجابة بتاعتي المظلة أوبلونجاتا control involuntary process، control involuntary process. تمام، اللي هي C. تمام، لأن احنا عارفين ان اللي بيعمل control voluntary movement هو السيريبرم، واللي بيعمل keep body balance هو السيرابيلم، لكن المظلة أوبلونجاتا control involuntary process اللي هي C. سؤال نمبر 4 بيقول لي skull joints are space. skull joints are space. الاختيارات بتاعتي نمبر A immovable، نمبر B slightly movable، نمبر C free movable. السكال joints are immovable. immovable الإجابة immovable، يعني immovable يعني don't allow any movement. الجوينتس اللي موجودة في السكال immovable، don't allow any movement. نمبر 5 The part which is responsible for transfer of nerve message from different body parts to the brain and vice versa. The part which is responsible for transfer of nerve message from different body parts to the brain and vice versa. يعني بيقول لي الجزء اللي مسؤول عن ان هو يوصل النيرف مسج من كل اجزاء الجسم للبرين، وبرضو يوصل الريسبونس الريسبونسز من البرين لأول بادي بارتس. طبعا ده هو مين؟ الاختيارات بتاعتك بيقول لك نمبر A سيرابيلم، نمبر B فيرتبرال كولم، نمبر C سباينال كورد. طبعا الإجابة بتاعتي هي السباينال كورد، هو المسؤول ان هو يوصل النيرف مسج من أول بادي بارتس تو ذا برين اند فايس فيرسا، يعني العكس، يعني من البرين لأول بادي بارتس. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي سباينال كورد. نمبر 6 بيقول لي the device of measuring weight is space. the device of measuring weight is space. نمبر A هل هو one arm scale، نمبر B digital scale، نمبر C spring scale. طبعا الإجابة بتاعتي هو spring scale، لأن one arm scale والdigital scale دول بيقيسوا الماس مش بيقيسوا الويت، اللي بيقيس الويت هو spring scale. نمبر 7 بيقول لي an object whose weight is 20 newton on earth its mass is equal to space. الاختيارات عندك number A 10 kilogram، number B 2 kilogram، number C 200 kilogram. انا عندي قانون، لو تفتكروا انا عندي قانون بيقول لي
ان ال weight equal mass بالكيلو جرام times 10. weight equal mass times 10. طب هو هنا مديني ال weight وعايز ال mass، يبقى انا هاخد ال weight اعمله divide 10 يطلع ال mass. الويت عندك هو مديهولك ب 20، هتعمل له ديفايد 10 يطلع ب 2 كيلو جرام، يبقى الاجابه نمبر بي هي 2 كيلو جرام. الاجابه نمبر بي هي 2 كيلو جرام. تمام. نمبر 8 بيقول لي which of the following is faster in conduction heat. which of the following is faster in conduction heat. نمبر A الاختيارات بتاعتنا، نمبر A ألمونيوم، نمبر B ايرون، نمبر C كوبر. طبعا هو هنا بيسأل عن اسرع واحد في توصيل الهيت اللي هي الحرارة. الاجابة بتاعتنا كوبر، نمبر C كوبر، نمبر C كوبر. الكوبر هو اسرع واحد in conduction of heat. نمبر 9 a liquid used to sterilize the thermometer is space. a liquid used to sterilize the thermometer is space. نمبر A mercury، نمبر B الكحول، نمبر C water. طبعا الاجابه بتاعتنا الكحول. كلمه سترلايز الثرمومتر يعني مين الليكويد اللي احنا بنعقم بيه الثرمومتر، طبعا هي الاجابه بتاعتنا بي الكحول. نمبر 10 بيقول لي which of the following gases have great percentage in the atmospheric air. which of the following gases have great percentage in the atmospheric air. الاختيارات بتاعتي نمبر A اكسجين، نمبر B نيتروجين، نمبر C كربون دايوكسيد. هو هنا يقصد مين الغاز اللي ليه اعلى نسبه او اكبر نسبه في الاير. طبعا هو بي نيتروجين، بي نيتروجين، لان احنا عارفين نسبه الاكسجين 21 ونسبه الكربون دايوكسيد دي قليله اللي هي 0.03، اما نسبه النيتروجين هو 78%. فطبعا الاجابه بتاعتنا نمبر بي نيتروجين. نمبر 11 عندنا بيقول لي اكسجين از بريزنت ان ذا اتموسفير ان ا جاز ستيت in a form of molecules its structure space. عايز السيمبل او الرمز بتاع الاكسجين. هو بيقول لك الاكسجين ده موجود في صوره جاز، المولكيول بتاعه الاستراكشر بتاعه ايه. الاختيارات بتاعتنا نمبر A O، نمبر B O2، نمبر C O3. طبعا الاجابه بتاعتنا نمبر B O2، ان الاكسجين مولكيول consist of two oxygen atom. الاجابه بتاعتنا نمبر B اللي هي O2. نمبر 12 بيقول لي when a glowing magnesium ribbon is placed in a jar containing carbon dioxide on the wall of the jar the element formed is. نقرا السؤال تاني. when a glowing magnesium ribbon، المغنيسيوم ريبون لو احنا حطيناه في jar containing carbon dioxide، في سلندر او jar containing carbon dioxide، بيسالني عن الوول اوف ذا جار. الوول اللي هي جدار الانبوبه من جوه، في اليمنت متكونه بيسالني عن اسمها. طبعا احنا الاختيارات بتاعتك بيقول لك نمبر A اكسجين، نمبر B نيتروجين، نمبر C كربون. تمام. احنا لو نفتكر مع بعض ان احنا لما نحط مغنيسيوم ريبون في جار فيها كربون دايوكسيد بيطلع لي حاجتين، بيطلع لي وايت باودر او وايت ماتر اسمها مغنيسيوم اوكسيد، وبيطلع لي element تانية بتبقى على الوول اوف ذا سيلندر اللي هي لونها بلاك وبيبقى اسمها كربون. السؤال هنا كان بيسال على الاليمنت او على السبستانس اللي بتبقى موجوده على الوولز اوف ذا جار، على جدار الانبوبه من جوه. طبعا الاجابه بتاعتنا هتبقى كربون، سي كربون، سي الاجابه بتاعتنا نمبر سي اللي هي كربون. نمبر 13، نمبر 13 بيقول لي a gas can be prepared by using calcium carbonate powder and dilute hydrochloric acid. gas can be prepared by using calcium carbonate powder and dilute hydrochloric acid. الاختيارات بتاعتي A oxygen، B nitrogen، C carbon dioxide. مين الجاز اللي بستعمل فيه مادتين؟ المادة الأولى اسمها calcium carbonate ودي بتبقى powder، والمادة الثانية اسمها dilute hydrochloric acid. الإجابة بتاعتي number C اللي هي carbon dioxide، اللي هي carbon dioxide. number 14 بيقول لي the number of cranial nerves space pairs of nerves. the number of cranial nerves space pairs of nerves. الاختيارات عندي number A 31، number B 12، number C 13. طبعا الاجابه بتاعتي هي 12 pairs، الكرينيال نيرفس 12 pairs، 12 pairs.
نمبر 15. نمبر 15 بيقول لي which of the following is responsible for keeping the body balance, which of the following is considered responsible for keeping the body balance, مين اللي بيحافظ على التوازن. نمبر A الاختيارات بتاعتي نمبر A مدلة أوبلونجاتا, نمبر B spinal cord, نمبر C cerebellum. طبعا الإجابة بتاعتنا cerebellum اللي بيعمل keeping your body balance اللي هو cerebellum. 16 بيقول لي which of the following joints is limited movement, يقصد بكلمة limited يعني slightly, limited يعني slightly, ويعني ايه limited او slightly, يعني move in one direction, تحرك في اتجاه واحد, move in one direction. الاختيارات بتاعتنا number A shoulder, number B wrist, number C elbow. طبعا الاجابة هي elbow اللي هو مفصل الكوع, elbow. تمام, ده move in one direction. تمام, ومعاه الني لو احنا نفتكر, لكن الريست والشولدر دول مش تبع الليميتد او السلايتلي, احنا الاجابه هنا البو. تمام, نمبر 17 بيقول لي the center of thinking and concentration lie in space, the centers of thinking and concentration lies in space. تمام, الاختيارات بتاعتي نمبر A مدلة أوبلونجاتا, نمبر B سيرابيلم, نمبر C تو سيريبرال هيمسفير. بيقول لي السنتر بتاع الثينكينج والكونسنتريشن اللي هو مراكز التفكير والذاكرة دي موجودة فين, طبعا الإجابة هي C تو سيريبرال هيمسفير, تو سيريبرال هيمسفير. تمام, سؤال 18 بيقول لي the gray matter in the spinal cord it's a shape like space litter, the gray matter in the spinal cord it's a shape like space litter. الاختيارات بتاعتي A برضو A, يعني الاختيار بتاعي نمبر A اللي هو A بيقول لي حرف على شيء على shape أو على letter A, ونمبر B H, ونمبر C F. هو بيسأل ان الجري ماتر اللي موجودة في spinal cord الشيب بتاعها like shape of A, هي واخدة شكل حرف من الحروف, هي الاجابة بتاعتي هي B H على حرف ال H, يبقى الإجابة بتاعتي H, H letter. تمام, in the shape of letter H. تمام, طيب number 19 بيقول لي the joints which allow movement in one direction only, the joints which allow movement in one direction only are called space, are called space joints. الجوينتس اللي بتسمح بان احنا نتحرك في one direction بس في اتجاه واحد, هل هي بنسميها number A immovable, ولا number B slightly movable, ولا number C freely movable, اللي هي allow movement in one direction. طبعا الاجابة B slightly movable, الاجابة B slightly movable. number 20 بيقول لي reflex action take place through the space, reflex action take place through the space. الاختيارات بتاعتي number A مدلة أوبلونجاتا, number B cerebellum, number C spinal cord. طبعا احنا عارفين ان اول ما يقول لي كلمة reflex action الاجابة بتاعتي على طول تبقى spinal cord, الاجابة بتاعتي spinal cord اللي هي number C. تمام, 21 بيقول لي the newton is nearly equals weight of a body its mass is space, the newton is nearly equals weight of a body its mass is space. هل الاختيارات بتاعتي number A 1 gram, number B 10 gram, number C 100 gram. طبعا نيوتن احنا عارفين ان هو equal 100 gram, يبقى الاجابة C اللي هي 100 gram, 100 gram. بيقول لي the percentage of oxygen gas in atmosphere equals space, the percentage of oxygen gas in atmosphere equals space. الاختيارات عندك number A 78, number B 12, number C 21. طبعا الإجابة بتاعتي نسبة الأكسجين, بسألنا عن نسبة الأكسجين هي 21%, 21% اللي هي C. 23 بيقول لي the measuring unit of weight is space, the measuring unit of weight is space. اختيارات عندك number A gram, number B newton, number C kilogram. طبعا ال measuring unit بتاعت ال weight هي newton, هي number B newton.
24 بيقول لي the freezing point of water, the freezing point of water is space degree celsius. freezing point بتاعت ال water space degree celsius. الاختيارات بتاعتي بيقول لي A 0, number B 100, number C 37. طبعا الإجابة بتاعتي هي number A اللي هي 0. ال freezing point بتاعت ال water 0 degree celsius. 0 degree celsius. Twenty-five بيقول لي space or materials allow heat to pass through. space or materials allow heat to pass through. مين materials اللي بتسمح ان الهيت تعدي فيها؟ الاختيارات بتاعتك number A heat insulators, number B heat conductors, number C mass. طبعا الإجابة بتاعتي هي B heat conductors. heat conductors هي materials اللي allow heat to pass through. 26 بيقول لي space protect heart and lungs. space protect heart and lungs. مين اللي بيحمي الهارت واللونجز؟ اختيارات عندك number A skull, number B rib cage, number C backbone. number A skull, number B rib cage, number C backbone. طبعا الإجابة number B rib cage. القفص الصدري هو اللي بيحمي الهارت واللونجز. number B rib cage. 27 بيقول لي space is used to measure temperature of human body. space is used to measure temperature of human body. مين اللي بيقيس درجة حرارة الإنسان؟ اختيارات عندك A celsius thermometer, B medical thermometer, C spring scale. طبعا الإجابة بتاعتي هي medical thermometer. medical thermometer هو اللي measure temperature of human body. 28 بيقول لي the number of vertebra of vertebral column is space. number of vertebra of vertebral column is space اللي هو vertebra يعني الفقرات اللي موجودة في vertebral column اللي هو العمود الفقري. الاختيارات عندك number A 31, number B 12, number C 33. هي الإجابة number C 33. تمام. عدد vertebra اللي هو الفقرات اللي موجودة في backbone 33. 29 بيقول لي space protect brain. space protect brain. الاختيارات number A skull, number B cerebellum, number C spinal cord. مين اللي بيحمي البرين؟ طبعا الإجابة number A skull. 30 بيقول لي the number of spinal nerves is space pairs. the number of spinal nerves is space pairs. الاختيارات A 12, B 31, C 21. النمبر اوف السباينال نيرفز طبعا 31 بيرز. الاجابه بي 31 بيرز. وكده يا شباب احنا نكون خلصنا الريفيجن. شكرا.